لكم بنات، كنتمنى تكونوا لاباس بخير وعلى خير. كنتوما كتشوفوا لا فيديو ديال هذا النهار اليوم، ان شاء الله نقدم لكم فطيره ديال الاناناس والكراميل. كنتمنى الوصفه اليوم تعجبكم، وما تنساونيش من لايك ودعموا القناه باش يوصلكم الجديد. ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. المقادير اللي غادي نحتاج ان شاء الله الفطيره ديالي كما كتشوفوا، كنحتاجوا اول حاجه كنعملوا مقله، كنفرشوها بورق ورق الطبخ، كندهنوها بالزبده وكنرشوها بالسكر، وكنعملوا لها الاناناس المعلب كما كتشوفوا على هذا الشكل. كنجبدوه كنقطروه من الماء مزيان، وكنشفوه في ورق نشفاف، وكنزينوه على حسب الرغبه ديالكم، يعني على حسب التنزيل ديالكم. كنخليوها على جنب، وكنقطعوا وحده هو نصف ديال الدوارات ديال الاناناس. دابا ان شاء الله نعملوا واحد البيضه، وغنزيدوا عليها الزيت، وغادي نزيدوا عليها السكر. نص كاس ديال الزيت وكاس لارب ديال السكر، ما يعادل 4 مغارف كما كتشوفوا. دابا انا معقطع شي معلقه، غنبقى نخلط قدامكم هيدا باش تشوفوا يعني بانها ساهله هذا الكيكه اللي انا من معاكم. كنحتاج واحد الفلان ديال الكراميل، ضروري فلان كراميل، اولا الا كان شي عوضوه بفلان عادي، ولا ما تعملوش عملوا غير الفاني، يعني كيبقى اختياري فلان ديال هادي غير شنو كيعطي واحد النكهه واحد الشوشيه مزيونه. دابا ان شاء الله نزيدو نخلطو، نزيدو السكر مزيان، سمحوا لي على الصباح. كما كتشوفو دابا من بعد ما داب لي السكر غادي نعملو الفلان. فلان كراميل اللي كيجي على يعني على فحال دانون هذا، كنعملوه وزيد خلطوه على هذا الخليط هذا، كيعطي واحد ما حتىش نقول لكم، مي تجربوها ردوا عليا في التعاليق. خلطوه مزيان حتى يسجل. كنحتاجو نص كاس من الحليب، حليب عادي يعني الحليب اللي في بعد ما تخلط لكم شي معلقيتو، يعني ساهله، يمكن لهم الطلبه اللي كيقراو بوحديتهم يمكن لهم يعملوها طوكور، يعني يقدروا يعملوها الا شهاوها. كنعملوا هاد الاناناس اللي قطعت واحد الدواره كامله، دواره ونص ديالها اختياريه، اللي بغاها يعملها يعملها، يبغى شي ما يعملها شي. دابا ان شاء الله نضيفوا الطحين، كنعملوا واحد الكاس كامل، نكون مغربل مسبقا. كنعملوا 8 غرام ديال البيكنج باودر اولا الخميره الحلويات، ان شاء الله نخلطها مزيان. يجيو ديك الطريفات فيها مزيونين ديال الاناناس، كنكونوا كناكلوها كتجي رائعه، يعني ماشي شي حاجه عاديه، يعني كيكه اللي كناكلو عاديه. زدت الكاس الثاني حيت هي ما كتكونش خفيفه هاد الفطيره هادي، يعني كيكه هي اصلا كيكه البوطه، يعني كتجي فوق في المقله وصافي. شتو كما كتشوفوا جوج كيسان كيجيو كافيين باش الا كان على حسب الطحين، كاين طحين ما كيشربش، كاين طحين كيشرب، يمكن لكم تزيدوا شي ملعقه ولا ملعقتين، ولكن انا جاني هو هذاك. سهله يعني ماشي شي حاجه، يعني سهله في الخدمه ديالها. كناخذوا ديك المقله اللي عملنا فيها، نعاود نذكركم انا عملت فيها هذه احتياطا، وصافي هذا الورق ديال الطبخ حيت ربما تكون كتلصقه ولا شي حاجه، قلت يعني احتياط نعملها فيها، ورشيت دهنتها بالزبده ورشيت السكر وعملت هذا الاناناس، وسبق لي نشفته بالورق النشاف، يعني ضروري نعملو كلينكس ونشفته استغفر الله مزيان. ودابا ان شاء الله اخويا الخليط
نصبقوا من فوق هذا الاناناس كما كتشوفوا، كتجي رائعه يعني بمعنى الكلمه. ما خصناش نبقاو نحركوها حيتاش ما يمكنش نحركوها، نبقاو نحركو فيها باش ما يتخسرناش الوجه ديالها. وهاد المذاق ديال الكراميل والاناناس كيتواتوا مع بعضيتهم، كيجيو يعني نكهات كينسجموا مع بعضيتهم وكيعطيونا واحد النكهه رائعه. دابا ان شاء الله نعملوا لها غير هيدا بشويه باش ما تزولش هاد الاناناس عندي معوطه، ما نقدروش يعني نبقاو نحركوها غير هيدا هيدا، نخليوها غير هيدا. دابا كما كتشوفوا ندوزو نعملوها في البوطه، وهانتوما معايا البوطه كما كتشوفوا. دابا ان شاء الله عندي نشعلوا لا البوطه، نشعلوا لا وغادي نقصوا لا كما كتشوفوا. طيب على مهل هايدا كما شفتوا، كتجي فطيره رائعه ان شاء الله. وعادي نعملوا لها شي غنغطى المغطى اللي كانت عندكم، وخليها واحد شويه وديسا نطلعوا عليها. وهانتوما معايا مطات لي كيكه كما كتشوفوا، قاس وجهها لي بس لوجهها باش كتعرفوها طايبه. ان شاء الله نعملوا لها هذه المدينه غادي تكون لاصقه. نكبروا شي طبسيل اولا شي مغطى ولا لي كان كما كتشوفوا. دابا ان شاء الله نهبطوها في المقله ديالها، كنهبطوها هكا طيب. كتجي محمره، نخليوها تكمل التحمر ديالها، من بعد ما تحمر ساعه نتلقاو باش نزينوها. وهانتوما معايا لي الكيكه ديالي اللي في المقلات، فطيره المقلات كتجي على هذا الشكل. دابا ان شاء الله غادي ناخذ الماء اللي في اناناس، كل واحد والاختيار ديالو. هذا انا اللي كنفضلو، نتوما سقيوه باش ما بغيتو، بغيتو خليوها هكا خليوها هكا ماشي مشكل، غير زعما باش تجيني ديك النكهه ديال الاناناس. كيعجبوني هاد الماء اللي فيها، كيجيو رائعين يعني كيكونوا بزاف هاد النكهه ديال الاناناس فيها كما كتشوفوا. كل واحد يفزقها باش ما بغا، واللي ما بغاش ما يفزقاش يعني خليها عاديه. من بعد ما سالينها بالتفزيق ان شاء الله ناخذوا اش كيقولوا لهم يا ربي في الكرز، هادو حبيبه الكرز اولا حب الملوك كما كنقولوا لهم حنايا. بهذا كناخذوا نقطعوا وحده هيدا على جوج، نزوقوا بهم وانتم زوقوا باش ما بغيتوا، يعني كيبقى التزيين اختياري. كنتمنى الوصفه اللي متنال اعجابكم، زعما الصراحة كتجي رائعة. كل واحد والذوق ديالو. بغيتو متسوقوهاش إلا تحب الملوك مرة، يعني تخليوها هايدا حسبية. دابا ان شاء الله ناخذ صوص كراميل، نهبطو هايدا صدقوني جربوها والله ما غادي تندموا ان شاء الله غادي تعجبكم. مهم هي هذه الكيكه ديالي، كنتمنى الوصفه اللي ما تعجبكم، وما تنساونيش من اللايك ودعموا القناه باش يوصلكم الجديد. نقطعوها معكم كما كتشوفوا، نقطعوه طريف ونشوفها كيفاش كتجي، يعني من داخل ومن برا يعني عامره بالاناناس.
اللي كيعجبو الاناناس راه غادي يحماق عليها، تعجبو بزاف يعني شي حاجه رائعه. قطوها مزيان باش تهزلي كيف ما كتشوفوا يعني بالكراميل وبالاناناس، يعني شي حاجه رائعه. كنتمنى الوصفه اليوم تعجبكم، وما تنساونيش من لايك وتدعموا القناه باش يوصلكم الجديد، وشكرا على المشاهده.